وداعاً المفكر والمحامي الكبير رجاء عطية. رحل اليوم واحد من أعلام مصر البارزين وأدبائه ومفكريه وفقهائه الذين حلقوا في الأدب والفكر وجمعوا بين واقعية القانون وبحور الفقه وخبرات المحاماة وخيال الأدب. ولد رجاء عطية في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وعمل بالمحاماة منذ 61 عاماً. حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة من 1959 ل 1961، ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من 1961 ل 1976، وعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976. اشترك رجاء عطية في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج. له اهتمامات أدبية وثقافية، ومن البرامج الدورية التي كتبها للإذاعة أوائل الستينات من هدي القرآن من التراث العربي في مثل هذا اليوم الموسوعة الإسلامية. كما كتب عدداً من السيناريوهات للأعمال الدرامية مثل قصة رجل المال لتوفيق الحكيم وقصة امرأة مسكينة ليحيى حق. كما كتب مقالات نشرت في العديد من المجلات والجرائد اليومية المصرية. واشترك قاضياً أو باحثاً بالقضاء العسكري في أشهر القضايا، واطلع بالدفاع في أشهر قضايا العصر مثل قضية التكفير والهجرة، خالد الإسلامبولي، قضية الجهاد، وزارة الصناعة. بلغت عدد مؤلفاته وكتبه 102 إصدار. رشحه مجمع البحوث الإسلامية لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية لعام 2010، 2016 و2017. عين عضواً في مجلس الشورى ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو اتحاد الكتاب وخبير بالمجالس القومية المتخصصة والمجلس المصري للشؤون الخارجية. خاض انتخابات 2020 وفاز أمام منافسه سامح عاشور بفارق 9660 صوت. وداعاً رجاء عطية.